بأسوام وبزيادات صادمة الحقيقة فيما يخص اللحوم البيضاء، سوم الدجاج، سوم السكالوب زاد بالكدا، شو هو الأسباب؟ أسباب ما ثم حتى سبب. قول لي أنت بيدك ماكش فاهم. احنا ما ثم حتى سبب، احنا في رمضان خرجنا بتوصية من رمضان باش نعدوه رمضان على أحسن ما يرام. ومشى الدجاج بالنسبة للدجاج حتى من 6000 من 5990 حتى 7000 6800. ورغم مسعر هو في حد ذاته مسعر الدجاج هذا مسعر ب 6300 من المصدر ونبيعوه هنا ب 7250. بالنسبه للسكالوب، السكالوب كان مسعر ب 10500 ونبيعوه ب 12 دينار. هذايا التسعير هذه صارت حد رمضان. خدموا بها كان في رمضان. ولكن ما خدمناش بها هذه، خدمنا باقل منها. خدمنا السكالوب ب 11 دينار وخدمنا الدجاج ب 5990. بقل من التسعير نتاع الحاك. هذه في رمضان والمواطن كان فرحان وامور مريقله. امورنا ما عندنا حتى اشكال بالنسبه لي وبالنسبه للدجاج والسكالوب والعظم. ما عندنا حتى اشكال. ماشيين والمواطن فرحان وحنا كتجار فرحانين كيف كيف ما عندنا حتى اشكال. تفكر بالقداس ابراهيم في تصريحات قلت الامور ماشيه مريقله ومن المنتظر انه ما فماش زيادات. ما فماش زيادات، انا قلت كما بعد رمضان ما نعرفش شنو اللي باش يصير. احنا مراعنا نهار الحد سكرنا نهار الحد حلينا اليوم جتنا سلع من المذابح بطورات الاسكالوب 13 دينار من المصدر 13 دينار ومن الدجاج ب 6700 انت تشريه ب 13 دينار 13 دينار كيف تزيدها مش ربح 20% اقل حاجه 20% هذه باش نجم توصلك 20% يلزم باش تبيعها ب 15600 15600 للمواطن بين نهار في رمضان من نهار في رمضان نهار في رمضان تم ديفيرينس نهار زياده ب 5000 ب 5000 راهي زياده مش شويه والدجاج زياده ب 17100 ماشي شويه ماشي 100 ولا 200 راهو والمواطن شكون يعرف المواطن ما يعرفش المصدر منين جاي يعرف كان التاجر التاجر هاكم زدتوا هاكم عملتوا هاكم درتوا راكم راه مش فاهمين البرنامج منين يجي 5000 رانا نحكيو مش على 100 مش على 200 فرنك نحكيو على 5000 زياده. انا وريت لك فاتورات وهم عندي فاتورات هذوما ماشي الوزاره ديجا ماشي الوزاره باش نبعثهم تو الوزاره فيها سكالوب هاي ب 13 دينار 13 دينار 13 دينار هاي هذيك ب 13 دينار سكالوب 13 دينار سكالوب 13 دينار سكالوب هذيك البريد اشا قد تزيد 20% باش يطيح للمواطن باش يطيح ب 15 دينار و600 عادة حليمة لعادتها القديمة باش نرجعوا للسكالوب 16 دينار مانيش فاهم انا دولة فاز الدولة هذوما رقدوا سبحوا في نهار يزيدوا الشيء هذا هذوما دولة فاز الدولة مانيش فاهم شنو اللي صاير مانيش فاهم حتى شيء هذوما ناس من فهمناهم اقنعناهم قلنا لهم اجا نقعدوا على الطاولة نطاولوا ونحكيوا مع بعضنا كمونجي كصناعيين انتم وكعنا تجار تفصيل اجا نتناقشوا في الموضوع اجا نحلوا البرك الرمانه هذه مع بعضنا ونشوفوا كانكم خاسرين نشوفوا نعملوا حل مش انت خاسر جيت تقرا المواطن المواطن راهو الملجا الوحيد هو الدجاج الدجاج اللحوم البيضاء ملجا تحكي على اصحاب الشركات معناها على اصحاب الشركات هذول ما نعرفش كيف زادوا قلنا لهم اجا نقعدوا نتحدثوا ونتناقشوا ونشوفوا شنو يزيدنا شنو ينقص متهربين على الجلوس معانا ما يحبوش يجلسوا معانا ما يحبوش يقعدوا معانا ما يحبوش يعرفوا كان اوامرهم يبعثوا لك فاتوره بالسلعة كذا بيع بكذا بيع بكذا قلت لك دوله خاف دوله فاز دوله دوله فاز دوله ولهذا بعثوا لك بالاسوام هذه يا سي ابراهيم وافقت وخذيت مش بعثوا لي انا بعثوا المنظوريه كل منظوريه من 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 من, 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 من قردان حتى البنزرت مانيش وحدي في السوق مانيش انا نمثل نمثل منظوريه منظوريه هذوما من قردان حتى البنزرت هذوما تابعيننا لغرفتنا بعثوا هذه الاسوام هذه موجوده في كل مكان وشكون زادوا هذوما زادوا الشركات الكبار الصغار ما زادوش الشركات الصغار اللي هم توا ماشيين للضمحلال وربي يخلصوا حالهم وربي يعاونهم الشركات الصغار التسعيره هذه يعتمدوها فقط الشركات الكبيره ماهيش تسعيره هي راه هم فكتروا وحدهم وعملوا السوم وحدهم بدون ما يشاور يعني حتى كي بتزيد من منطق منطق واذا كان تكون انت منطقي وتكون عاقل وتكون تخمم في البلاد هذه وتخمم في الناس هذه ما نخدموش السياسه ما نعملوش سياسه بالطريقه هذه هذه ولد كانت سياسه كي بتزيد انت بتزيد 100 200 ما معقوله
اما كي بتزيد انت 2500 في برودوي واحده في هذه ولت سياسه دي ولت هذه لا يدراع هذاك ما نعرفش سياسي يخدموا فيها هذه شو 2500 بمره ما صارت هذا 50 سنه في الدجاج ما نعرفهاش الزياده دي ب 2500 ولا 17% في الدجاج بمره ما صارت بتاتا المواطن شنو كان موقفه الصباح وقت اللي قلتوا له راهو فما زياده ب 2500 وتوصل حتى ل 5000 معناها المواطن مسكين ما عنده لا جهد لا قوه المواطن يجي يصب جم غضبه يصب على التاجر تفصيل يقول له انتم زدتوا انتم عملتوا ما عندهش حتى علم بالموضوع هذا المواطن هذا يشوف ويمشي هو كما قال لك سجلتوه سابقا هو اللي ياكل بكركاس كركاس ب 3000 ولا تو كركاس الدجاج والمواطن شنو عنده الملجا الوحيد هو اللحوم البيضاء لا ينجم يحوت لا ينجم للحم احمر ما ينجموش كان الدجاج عايش بالدجاج والمواطن اذا كان الدجاج نزيدوه في الطريقه هذه راه مش معقول والوزاره ما عندها حتى دخل في الموضوع هذا الوزاره حدت في شهر رمضان السعيره هذه وظهر ما نعرفش ان شاء الله تزيد تحدد لهم وانا امنيتي وطلبي من الوزاره تحدد سعر اليوم هم وتخلي تاجر التفصيل تخليه بدون تحديد شوف ردود الفعل تاع تجار التفصيل تو يخدموا لك ب 10 و 15 حتى اقل من 15 يخدموا لك حسب لما فهمت انتم ما كنتمش راضيين بالزياده هذيا بس ما نخدموش اذا كان يزيدونها ما نخدموش شكون باش يخدم؟ ما يخدم لك حد شكون باش يشري؟ شكون اللي باش يشري؟ بالسواس لا والغريب في الامر مش هكاك البارح ب 11000 اللي كان نشرو فيه ب 11000 نبيعوا فيه ب 11000 اليوم باش نبيعها ب 15600 غير معقول غير معقول ما تجيش ما يقبلهاش العقل انا بيدي من دايخ من البارح اليوم دايخ ما يقبلهاش عمرها ما صارت 50 سنه عمرها ما صارت باش يزيدوا زيد 100 200 تتعدى داكورد تدريجيا كل مره زيد طرب كل مره زيد طرب معقوله اما زيد طرب بالطريقه دي مش 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 نعرفش ماشيين نعرفش ماشيين قلنا لهم يا ناس اجا نتفاهموا اجا نقعدوا اجا نحكيوا ونشوفوا كانكم خاسرين مش مستقلوا خسرتكم على المواطن برو تفاهموا مع الدوله يحكوا مع الوزاره نتاعكم وزاره الفلاحه وزاره التجاره حتى وزاره التجاره ما عندها حتى دخل الناس بروحكم مع وزاره الفلاحه نتاعكم والمجمع وينه؟ المجمع التخريبي نزيد نقولها انا مش تعديلي تخريبي مش تعديلي هذا مجمع تعديلي هذا باش يعدل هذا باش وقت اللي ثم فايض في السوق يمتصه وقت اللي ثم فايض في السوق يمتصه وقت اللي ثم ازمه في هكا يخرج الدجاج ويخرج الدنيا كل انا لا يحرج انا قلت كان روسيا دخلت علينا ولا حرب ولا شتم شو 5000 راهو تحير صدمه ليكم كتجار وللمستهلك المستهلك لا حول ولا قوه الا بالله مستهلك ما عنده حتى هاني يجيك المستهلك يقول لك اعطيني 100 جرام اسكالوب ملحي مفروم بيوند هاشي اعطيني 100 جرام باش يعملها يخلطها مع البصل ومع الطماطم مع البطاطا ويعملها كعابر باش يفوح الطنجره نتاع مواطن مش مواطن وين مواطن مسكين المواطن انتم كغرفه شو باش تعملوا؟ شو الخطوه الجايه؟ انا قاعدين باش نعملوا اجتماع طارئ ان شاء الله بقدره ربي ونشوفوا حلول اذا كانت تحلت من هنا نهارين هذوما باش نشوفوا باش نعملوا اجتماع طارئ يمكن بس الجمعه الداخله هذيا ونتناقشوا نشوفوا شنو هو الحلول باش نعملوها باش نعملوا وانا ديجا هذا راني نبهت عليه وعندي مراسله تو نوريها لك بعثتها للوزيره قلت لها راهم الناس هذوما راهم قاعدين يتلاعبوا بالاسعار وضم تحكوا على الاحتكار هاو الاحتكار الموجود هاو الاحتكار الموجود نهار الاحد نشري فيه ب 10500 الاسكالوب ونهار الاربع كنا مرتاحين نهار بعد العيد نشري ب 13000 معقول هاو الاحتكار الموجود مش يجيني واحد عنده 1000 كعب عظم تقول يا محتكر هاو الاحتكار الموجود بين عشان وضحاها شوف الترانت اللي خرجت وشوف قداش فلوس وشوف كذا وشوف وهم ماهوش قلت لك الشركات الكبار هذوما الشركات الكبار لا حول ولا قوه الا بالله هذوما الشركات الكبار هم اللي عافسين في البلاد وعافسين دوله فاسد دوله ابراهيم الصباح معنا اليوم كيفاش تصرفتوا كلمتوا الوزاره لشكون رجعتوا؟ كلمنا مدير جهوي نتاع بالنسبه لتونس كلمنا مدير جهوي نتاع تونس وقاعدين نتناقشوا وكلمنا الوزاره فهمناها وبعثنا لها الفاتورات وبعثنا لها كل شيء والوزاره باش تاخذ المجرى الصحيح وتاخذ الاجراءات الصحيحه اللي بها الفائده فماش حاجه اخرى باش نعملوها ما عندناش حتى حل الحل الوحيد اللي قلت لك عندنا باش نعمل اجتماع طارئ باش نحدوا اتجاهاتنا كيفاش باش نخدموا كيفاش باش نعملوا كيفاش كذا هذا كل فما إمكانية أنها يتراجعوا على الزيادات هذيا؟ يتراجعوا بصيف عليهم لازم يتراجعوا ما عندهمش اختيار لازم يتراجعوا وإذا كان يمكن ياسر باش نعملوا مقاطعة ما ناخذوش من عندهم سلعة خلي تقعد لهم السلعة
يمكن ياسر باش نعملوا مقاطع كما عملناها في 2008 ولا 2007 ولا 2002. عملناها مقاطع في 3 ايام هبط الاسكالوب 2000 فرنك في 3 ايام. عملنا مقاطعه باش نديرش باش نعملوا مقاطعه يمكن ياسر انا عارفش انا نجم نقرر توا نقرروا في اجتماعنا الطاره باش نعملوا اجتماع الغرفه ان شاء الله باش نعملوا حتى نوصلوا المقاطعه حتى مشكل ما يقلقناش كذا كاش نعمل خطوه تصعيديه يعني ممكن انكم تقاطعوا المنتوج احنا باش نساندوا نساندوا الوزاره باش نساندوها ونشوفوا هي اجراءاتها شنو باش تعمل واحنا ما ديما مع الوزاره ماناش خاطر ما عندناش حتى شريك وحيد هي شركتنا هي الوزاره هي باش تساندوها هي تساندنا ما عندناش واحد اخر احنا بارتنير تاعنا ما عندناش حتى واحد اخر الا الوزاره نشوفوا احنا باش نعملوا اتجاه شو اسمه والدليل انا واضح انا بعثت لها الوزيره قبل في مارس بعثت لها مراسله قلت لها راهو بعد رمضان باش تصير اشكاليه كبيره راهو كذا وكذا 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 فسر اجا نقعد ونحكيو هاي تو ان شاء الله بقدر ربي باش نعملوا اجتماع ونشوفوا شنو اللي باش يصير وان شاء الله ثمك الخير ان شاء الله.